ما فيش بداية حاجة. نتعرف على مفهوم الأستاذ السعيد، نتعرف على مفهوم الوعي واللاوعي، ونحن عارفين الوعي واللاوعي يعني هو ده موجود في حياة الإنسان وشيء طبيعي جدا، أكيد موجود معه في حياته وفي أحلامه حتى. أحسنتم، صحيح. طبعا أنتم تتحدثون عن الوعي واللاوعي بالنسبة للإنسان. هذا يعني يتطلب مننا أن نعرف من هو الإنسان. أولا، الإنسان هو عبارة عن عدة مكونات، يعني يتكون الإنسان من الجسم والعقل والقلب والنفس والروح، ولكل يعني من الذي ذكرنا وعي وإدراك، لكل من الخمسة التي ذكرنا يعني وعي وإدراك. وبالنسبة للوعي، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الوعي هو النتيجة الصحيحة لعملية التفكير الصحيح، ومن ثم اتخاذه كمرتكزات للانطلاق نحو الكمالات.